مروني دي هات ليها بنته، لا بنته لا مراته، بس مكتوب الاسم بين خطين لا لا اما بنته لا اما مراته. اه اسم بين خطين لا اما ايه؟ انا اسم بين خطين غالبا بيبقى الاليهه بس اللي بتتحط بين خطين. لا لا طالما كده الحجم ده تحت رجليه حاجه من الاثنين، مراته او بنته وشيلها خالص. والتمثال اللي تحت ده حرس الوحيد اللي يعني اول حاجه اللي هو اسود، تاني حاجه هتلاقيها حرس اللي هو الاله الطيب او الصقر بجسم اسد. واللي تحته اللي تحت ده انه رمسيس صح؟ اللي تحت ايوه واقف في معيته تحت تحت في معيه ال بتقول ايه؟ قصدي عد بس ثانيه. اه اتفضل.